صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس حفرها 1.5 مليون مصري، وأضاف أن عملية الحفر استمرت 10 سنوات واستشهد فيها 120 ألف مواطن مصري، فهي ملك خالص لهم. أنا خلال الأيام الماضية بأسير حول مشروع قرار صندوق قناة السويس الجديد واستغلال أصول القناة بأي شكل من الأشكال. زي ما شفنا في الفيلم التاريخي للقناة اللي احنا شفناها دلوقتي، ان قناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة 1859، واستمر الحفر 10 سنوات حتى افتتحت عام 1869. اشترك في حفر قناة السويس ربع الشعب المصري. الشعب المصري 1 مليون مواطن من المصريين اشترك في حفر قناة السويس، وكان التعداد ايامها 4.5 مليون. يعني بنتكلم على مشروع أقام المصريين بربع الشعب بالكامل، واستشهد منهم 120 ألف واحد، ودمائهم الزكية يمكن سرت في القناة قبل ما تسري فيها مياه البحر.